السلام عليكم، معكم مصطفى الحتاوي. بغيت نوصل واحد الرساله للمنتخب الوطني المغربي اقل من 17 سنه، رساله ديال التهاني، ديال الشكر، ديال الدعم الكامل ان شاء الله باش تكمل الفرحه وتزيد من بعد الانتصار ديالنا اللي دازو. وحنا ان شاء الله في النهايه ضد المنتخب السنغالي، فعندنا كل المقومات والثقه الكامله فيكم والدعوات ديالنا معاكم. حنا لاعبين سابقين، مدربين مغاربه داخل المغرب او خارج المغرب، ان شاء الله يكون الفوز تجيبونا اللقب. تهانينا الحاره كذلك الطاقم التقني والطبي والاداري وكل ما كاين مع هذا المنتخب هذا الفتي اللي عطانا واحد صوره جميله على كره القدم الوطنيه، واحد المستقبل غيكون ظاهر لهذه المجموعه دي ان شاء الله. شكرا للجميع. ديما السلام عليكم، معكم مصطفى الحتاوي. بغيت نوصل واحد الرساله للمنتخب الوطني المغربي اقل من 17 سنه.